بسم الله بدأنا وبسم الله نختتم مع خير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة ويشرف بها تلاوة قارئ جمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بمركز ومدينة منوف. ندعو لحضراتكم بالتوفيق في قراءته ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أترابا.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا يا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ويقول الكافر يا ليتني
خلق. الله أكبر. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى ربك رجع. صدق الله العظيم. الفاتحة. رسول الله حبي لك في الضياء وهيما
الشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد ففي ذكره نور وفيه نعيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان على أرض الإسلام عشنا مع كتاب الله وآياته الكريمة التي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بالسروهي التابعة لمركز ومدينة منوف. كان معكم وبتوفيقكم من عند الله الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى تطلب دائما من إدارة الحاج صبحي عبد السلام مجاهد وأولاده، إدارة المهندس محمد صبحي المقيم ببهناي. وسادة تقبل الله عزاءكم وشكر الله سعيكم ورحم الله الفقير وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، وهذه سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديلا. والسلام عليكم ورحمة الله.